قصة سيدنا جليبيب. وجليبيب رجل من عامة المسلمين، صحابي جليل، شاب كان أسمر اللون، ذو مشافر غليظ الشفتين، نعم أكرت شعر الرأس. كان رجلا فقيرا ليس يملك من حطام الدنيا شيئا، لكنه كان صواما قواما كعادة أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا. في عصر يوم من الأيام داعبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، لما لم تتزوج؟ قال: ومن يزوجني ومن يرضى بي يا رسول الله؟ لو أنك عرضتني للبيع لوجدتني كاسدا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وجبر خاطره، قال له: بل أنت عند الله ربيح، بل أنت عند الله رابح إن شاء الله. لما لم تتزوج؟ قال: أنا لا أملك شيئا، لا بيتا، لا مالا، لا زرعا، لا شيء معي، بل أنا أبيت مع أهل الصفة في مسجدك يا رسول الله. عز على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب التقي النقي العفي القوي أن يعيش هكذا بدون امرأة، ولا يكون له بيت، ولا يكون أسرة تكون نافعة للمجتمع وللناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله سيدبر الله لك الأمر وسنسعى في تزويجك يا جليبيب. في يوم من الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة: أعنده بنات؟ قالوا له: نعم، عنده بنت، نعم البنت. صلى الله عليه وآله وسلم أشار له حضرة النبي وعرج به جانبا ليكون الحديث بينهما فقط، فقال له: يا فلان. قال: لبيك رسول الله. قال: إني أذكر ابنتك. ففرح الرجل وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها لنفسه، فقال: مرحبا رسول الله، مرحبا رسول الله، نعم ونعمى عين. قال: أنا لا أطلبها لنفسي. قال: إذن لأحد من آل بيتك؟ مرحبا يا رسول الله، نعم ونعمى عين. قال: ولا أطلبها لأحد من أهل بيتي. قال: إذن تطلبها لسيد من الأنصار؟ مرحبا يا رسول الله، نعم ونعمى عين. قال: أنا لم أطلبها لأحد من سادات الأنصار ولا من شباب الأنصار. قال: إذن لمن تطلبها يا رسول الله؟ قال: أطلبها لجليبيب. كانت المفاجأة، فاغتم الرجل وبدت أمارات الغضب على وجهه، لكن أدبا وإكراما وإجلالا واحتراما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي تبرما للأمر، ولم يذهب أمارات الغضب، ولم يظهر حالات الضيق. قال: لكن يا رسول الله اعطني فرصة حتى أعود إلى ابنتي فأعرض عليها الأمر وأخذ برأي زوجتي فهي شريكتي في هذا الأمر. قال: اذهب وإني في انتظارك. فذهب الرجل يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وقد علاه الهم واكتساه الغم حتى دخل إلى بيته، فجاءت إليه زوجته تجلس بجواره: ما لك يا أبا فلان؟ قال: رسول الله ذكر ابنتنا اليوم. قالت: مرحبا برسول الله، نعم ونعم عين. قال: هو لم يطلبها لنفسه. قالت: إذن لأحد من آل بيته؟ قال: قلت له ذلك فقال لي لا. قالت له: إذن يطلبها لأحد من سادات الأنصار؟ قال لها: أنا قلت له ذلك فقال لي لا. إذن يطلبها لأحد من أكابر الصحابة أو أبناء أكابر الصحابة؟ قال لها: أنا قلت له ذلك فقال لي لا. قالت: إذن لمن يطلبها رسول الله؟ قال: يطلبها لجليبيب. قالت: جليبيب، جليبيب، كخن كخن، جليبيب، من يعطي جليبيب؟ ما فائدة هذا الجليبيب؟
هو إنسان صعلوك لا يملك من حطام الدنيا شيئا، فلما يريد رسول الله أن يزوجه ابنتنا؟ هل ذهب إلى أحد من الصعاليق؟ هل اختار له من تليق به؟ كيف يطلب ابنتنا ليزوجها من ذلك الجليبيب؟ لا لا، لن يكون أبدا، لن نوافق أبدا. فسمعتهما البنت من الداخل، فذهبت إلى أبيها وإلى أمها وقالت: يا أبتي ويا أمي، من الذي خطبني لجليبيب؟ قال: رسول الله. قالت: وأنا ما كنت لأعصي لرسول الله أمرا، بل رضيت باختيار رسول الله، فهو تكليف وتشريف. أتريدان أن تردا على رسول الله طلبة؟ أنا صاحبة الأمر وأنا صاحبة الشأن وأنا العروس، أشهد الله أني رضيت بما اختاره لي حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل تمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الزواج لجليبيب، ودخل جليبيب بزوجته. وبعد أيام نادى النبي: حي على الجهاد، حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. فخرج جليبيب وترك زوجه العروس وانطلق ليجاهد في سبيل الله، ودارت حمى المعركة، وسقط شهيدا من سقط، ومات من مات، وقتل من قتل. وفي النهاية تغلب أهل الإيمان على أهل الكفران، ونصر الله رسوله وجنده على هؤلاء الكافرين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحضر الشهداء ليصلى عليهم ويواروا تحت التراب. فلما أجمع الشهداء نظر النبي في الحاضرين فلم يرى جليبيبا، ونظر في الشهداء فلم يرى جليبيبا. قال: هل نسيتم أحد؟ قالوا: لا، جمعنا الشهداء كلهم. قال: هل بقي أحد من الأحياء لم يكن معنا الآن؟ قالوا: كلنا حضور بين يديك يا رسول الله، ألا تفتقدون أحدا؟ قالوا: ما نفتقد أحدا أبدا يا رسول الله. قال: لكني أنا أفتقد جليبيب. أين جليبيب؟ جد في البحث عن جليبيب. فبدأوا يفتشون في المكان، فوجدوه في معزل قد قتل 7 من الكفار، وسقط قتيلا وسطهم في مكان خاص من أرض المعركة. فهرولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعال انظر يا رسول الله. فسار مسرعا إلى المكان، ففوجئ ب7 قتلى من المشركين، وفي وسطهم جليبيب مجندلا في دمائه وقد سقط شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قتل 7 منهم وقتلوه، لقد قتل 7 منهم وقتلوه، قتل 7 بمفرده وتكاثروا عليه فقتلوه، جليبيب مني وأنا من جليبيب، جليبيب مني وأنا من جليبيب، كما قالها من قبل يمنح ذلك الوسام. نعم، لسيدنا سلمان، سلمان منا آل البيت. وها هو الآن يضيف جليبيبا إلى آل بيته الكرام، بل إلى ذاته النبوية، فيزيده تشريفا وتعظيما، تكريما وتبجيلا. جليبيب مني وأنا من جليبيب، جليبيب مني وأنا من جليبيب، جليبيب مني وأنا من جليبيب. احملوه على ذراعي واحفروا له حفرة. ظلوا يحفرون وجليبيب مسجى على ذراعي رسول الله، إذ بذراعي رسول الله كأنهما سريرا
يحمل فوقه جليبيب حتى أتم حفر الحفرة فوضعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه ما فيه من التعظيم والتكريم والتفخيم لسيدنا جليبيب، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يحمله بين ذراعيه الكريمتين، بين ذراعيه الشريفتين، إلى أن يتم وضعه في الحفرة رضي الله عن سيدنا جليبيب. أما بالنسبة لزوجته فبعدما انقضت عدة جليبيب، إذ بها يقف طابور الخاطبين أضعافا وأضعافا، فكانت هي أنفق أيم في المدينة ببركة رضاها بقسمة رسول الله، ببركة تسليمها لما اختاره لها رسول الله. فما أجمل طاعة رسول الله في الدنيا، وما أجمل طاعة رسول الله في الآخرة. اللهم لا تحرمنا شرف الانتساب إليه والعمل في الدعوة إلى سنته. اللهم اجعلنا من المستخدمين لك في دعوتك، من الدالين للناس عليك، من المعرفين للناس بسيرة رسولك، من المحببين للناس في سيرة أصحاب نبيك، واجعلنا المحافظين على السير في سنته والسير على دربه. وقد علمنا أشياخنا من سار على الدرب وصل. اللهم بارك في علمائنا، بارك في مشايخنا، بارك في قرائنا، بارك في رجالنا، بارك في أمهاتنا، بارك في شبابنا وأطفالنا، واجعل أطفالنا شبابا، واجعل شبابنا رجالا، واجعل رجالنا أبطالا. اللهم أتمم هذا الزفاف على خير. اللهم اجعل أيامنا كلها أفراحا، واجعل ليالينا كلها ليالي الملاحة. اللهم عمم بالسعادة بيوتنا، واستر أعراضنا نساءنا وبناتنا، بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وعيالنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم سلم المسافرين والمسافرات.